السلام عليكم اخوان اخوات ترافلرز، كلشي لاباس، كلشي مزيان، كلشي بخير. فهاد الفيديو ديال اليوم بغيت نهضر على واحد القضيه بزاف ديال الناس عندهم فيها مشكل ديال البريمير اونطري، الدخول الاول بريمير اونطري ديال الفيزا شنغن. بزاف ديال الناس كيتسائل ديما واش عندي فيزا فرنسا وبغيت نمشي بها غير للطاليان، واش نمشي بها غير للطاليان بوحدو، واش ندخل بها للطاليان اول مره. وديجا هضرت بزاف هذا الموضوع، وهذا الموضوع فيه بزاف كل مره فيه تغييرات، علاش بغيت نعاود نهضر عليه عاوتاني. بالنسبه للفيزا شنغن بريمير اونطري قانونيا جينا نهضروا على القانونيا، فيزا شنغن ملتي ولا ماشي ملتي، تقدر تمشي بها لاي بلاد في الاسباس شنغن. ولكن تعرف واحد القضيه اللي بزاف حنا ما كنردوش لها البال، ملي كتبغي تاخذ الفيزا في الفورمولير راه كنعمروا لي طامومبر، مثلا فرنسا لي طامومبر دو لا بروميير اونطري ديال الدخول، لي طامومبر ملي كنقولوا لي طامومبر يعني كنكتبوا فيها فرنسا، كنديروا فرنسا يعني حنا كنلتزموا اننا ندخلوا لفرنسا في اول دخول. الا كتبتي اسبانيا ما نضلش واش غادي يعطيوها لك، يقول لك سير عند اسبانيا خذ. الا كتبتي شي واحد عمر شي واحد سول شي واحد، انا ديما تنكتب في فرنسا مثلا، تناخذها من فرنسا، ما عمري سول شي واحد واش عمرو كتب اسبانيا وخداها ولا ما خداهاش. هذه من جهه، يعني من الاحسن كما كنقولوا بريمير اونطري كديرها في البلاد اللي عطاتك الفيزا، البلاد اللي عطاتك الفيزا هي اللي خصك دير فيها البريمير اونطري. بالنسبه واش الى ولا على الاقل واخا ما ديرش بريمير اونطري، في حاله الا ما درتيش بريمير اونطري على الاقل تمشي بها للبلاد اللي عطاتك الفيزا، تمشي بها حتى الا ما مشيتيش للبلاد اللي عطاتك الفيزا تما فين كان قدر مشكل، ولا غنهضر عليه من بعد. بالنسبه للقضيه اللي بزاف كيسوا واش يقدروا يوقفوني ولا ما يوقفونيش، 95% الا مشيتي عندك مثلا فيزا فرنسا ومشيتي بها لاسبانيا ولا مشيتي بها للطاليان ما غاديش يوقفوك الا كنتي ريغلو. اغلبيه اللي كيتروفوا لا كيكونوش ريغلو، ما عندوش ريزرفاسيون دوطير ولا ما عندوش الروتور ولا ما عندوش لا دوطاسيون توريستيك ولا ما عندوش شي حاجه، هذيك هي السبب اللي كيخليو يرجعوا. اما غالبا 99% الا كانوا ديكا وقعوا في بلجيكا وهذا وتا هما فيهم المشكل ديالهم كان نورمالمون في البدايه هي لا ريزرفاسيون، ما عندوش ريزرفاسيون داكشي علاش ما غاديش تلقى المشكل في هذه الحاله. ولكن المشكل فين كتلقاه؟ ملي كتبغي تعاود تدفع الفيزا، كتبغي تعاود تدفع الفيزا مثلا لفرنسا، وانت هذيك الفيزا ما تمشيش بها لفرنسا كاع، ما دخلتيش بها ما دخلتش فرنسا، راه ملي كنقولوا ما دخلتش فرنسا راه ماشي في الكاشي بوحدو، انا غنفسر لكم كل شيء. يعني انت الفيزا ما دخلتيش بها لفرنسا، ملي كتبغي تدخل تدفع فيزا اخرى كيشوف انت عندك الفيزا ما عمرك مشيتي بها لفرنسا، سي نورمال يقدروا ينقصوا لك يقدروا ما يعطوكش، هذه حاجه عاديه. وانت كنتي ملتزم انك تمشي بريمير اونطري فرنسا مثلا وانت ما مشيتيش بها كاع لفرنسا، سي نورمال يقدروا يكونوا كيعطوك عام يولوا يعطوك 3 شهور ولا مي كانوا كيعطوك عام يولوا يعطوك شهر. هذه من جهه. يعني واحد القضيه اخرى بزاف اللي كيسولوني كيفاش غيديروا تيعرفوهم غير الكاشي، راه واخا تبدل شحال من واحد يقول لا سير بدل الباسبور، راه كاين واحد القضيه اللي ما عرفهاش بزاف الناس، كاين الفيس لو في اي اس فيزا انفورميشن سيستم، وكاين سيس اس اي اس سيكوريتي انفورميشن سيستم. هاد جوج ديال لي سيستم بزاف الناس ما كيعرفوهمش شنو هما، راه دوك الناس اي حاجه متعلقه بك انت في الفيزا دخول الخروج راه مقيده عندهم في هاد لي سيستم. فيزا انفورماسيون سيستم مي كنقولوا فيزا انفورميشن سيستم، راه مي كتاخذ فيزا عند فرنسا كتطلع عند ليسباس كامل، تف عند الدول اللي في لونيون مثلا، حتى كرواتيا تقدر تطلع عندهم في لونيون باش يعرفوا في لونيون، كاين بعض خطره حتى لونيون اوروبيه ماشي حتى شنغن كتطلع عندهم ان فيزا، كيعرفوا النيميرو ديالها كيعرفوا كل شيء كيعرفوه، راه دير هذه فراسك ها كيسكانيها طق كيطلع عنده كل شيء. لان انت ملي كتقيد بزاف ديال الناس كيقول لك راه غادي يعرفوك واش دخلتي لفرنسا واش ما دخلتيش، واش كاشيتي الباسبور في فرنسا، واخا تبدل الباسبور واخا دير اللي درتي. حتى هذه واحد الدسبه ديال الناس كيبقاو يعطيو البلاد افكار غالطه، بحال واحد قال لك حرق الفيزا، كنت شفت واحد الفوروم واحد حرق فيزا وقالوا ليه سير دخل على مليليا ولا على سبته وما غيطبعوش لك الباسبور، مي تجيب بدل الباسبور. راه ما عرفتيش ان الدخول والخروج كيتقيد في لو سيستيم، مي كتمشي عند كيتوزع عليهم كاملين اون فوا، مي كتجي القنصلية مثلا ديال فرنسا كيجي الدوسي كيطابي في السيستيم كيخرج ليه دخلتي فين خرجتي فين مشيتي، حتى هذوك عندهم اي داكشي كله كيتجمع في الفيزا انفورميشن سيستم وفي السيكوريتي سيستم، في السيكوريتي انفورميشن سيستم. يعني كنتي دير شي فرود كنتي دير اي حاجه شي حاجه عندها علاقه بالارهاب ولا داعش في شي قضيه ولا تشديتي في فرنسا تشديتي هنا راه كيدخل عندهم داكشي لو سيستيم. حرقتي الفيزا خرجتي ولا ما خرجتيش راه ماشي ضروري، راه غادي يعرفوك امتى خرجتي وامتى دخلتي، كلكو سوا بدلتي الباسبور كلكو سوا ما بدلتيش. هادشي اللي بغيت نفسر لكم، خصكم مؤخرا راه ولا شويه تشديد على هادشي ديال البريمير اونطري، انا نقولها لكم ماشي من ناحيه الدوز وعادي، ولكن ملي كتبغي تدفع الفيزا كينقصوا لك مؤخرا، ولا الا ما مشيتيش بها لفرنسا كاع كاين اللي ما كيبغوش يعطيو كاع شحال من واحد ما عاودش عطاو. هاد القضيه انت خديتي فيزا فرنسا خصك تمشي بها لفرنسا،
يعني بريمير اونطري في فرنسا مي كي اون فوا كتدخل فرنسا بريمير اونطري صافي راك فرنسا ماشي ديك الساعه ما كاينش غادي يعرفك واش خرجتي من فرنسا ولا ما خرجتيش كلكوس علاش كنقول لك انا ديما البريمير اونطري ديرها في البلاد اللي عطاتك الفيزا مثلا فرنسا مي كتمشي كتكاشي بريمير اونطري كتبقى تدوز كدور في ليسباس مي كدور في ليسباس البلاد اللي دخلتي لها راه انت دخلتي فرنسا ما كيعرفوكش فين مشيتي ولكن اون فوا كتخرج كيعرفوك منين خرجتي ماشي مشكل الخروج خروج واخا تخرج من بلاصه اخرى سيدي ما ماشي مشكل ولكن انا كنت دخلت فرنسا راني كنت في فرنسا حاول ديما بريمير اونطري حنا كنلتزموا بها راه اي واحد كيعمر الفورمولير كما قلت لكم ايطا مومبر دو لا بريمير اونطري كاينه في لا كاز 25 ولا 26 لا ما خدت نكذب مكتوبه فيها ايطا مومبر دو لا بروميير اونطري وكنا كنكتبوا فرونسي يعني هذاك الالتزام التزمناه انا فرنسا راه من حقهم الا نقصوا لك الفيزا يقدروا نقصوا لك الفيزا في حالتي الا ما مشيتيش انت بديك الفيزا في فرنسا ولا مشيتي دخلتي بها لشي بلاد اخرى ما عندك حتى حاجه كتثبت انك مشيتي بها لفرنسا انا مثلا عندي فيزا ومشيت دخلت بها للتشيك باش يعرفوني ولا عندي فيزا ومشيت لفرنسا ودوزت غير يومين وثلاث ايام بعد شدي الطياره مشيت للتشيك ما يعرفني حتى واحد مشيت للتشيك حطوش لي سباس المهم راني دخلت بها لفرنسا هادشي اللي بغيت نقول لكم فيزا بلاد اللي خديتيها منا حاول دير فيها على الاقل لا بريمير اونطري على الاقل باش ما تلقاش المشكل ديال انهم ينقصوا لك من الفيزا حيت سي نورمال عادي دابا اي واحد غيمشي يعمر فيزا فرنسا ويقول لهم انا غادي لاسبانيا ويدي لهم ريزيرفاسيون في اسبانيا ما غاديش يعطيه يقول لي سير خذ في اسبانيا هادشي حاجه عاديه قانونيه هذا هو القانون قانون فيزا شنغن كتمشي بها اي كندوي لكم على البريمير اونطري الدخول الاول يعني تسمى من الدخول الاول راك درتي فرنسا يعني مشيتي على الاقل مره لفرنسا ديك الساعه سير فين ما بغيتي ماشي مشكل هادشي اللي بغيت نقول لكم مهم بارطاجي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.